تحول هذه الملفات يا حضرات ملف في منتهى الأهمية، لأنه بيشكل ظاهرة ملفتة للانتباه، وشفناها وشفنا لها الكثير من المظاهر خلال الأيام اللي فاتت، وتحديدا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. عايزين نتكلم فيها في الجزء الأول من حلقتنا، وهي فكرة تشجيع منتخب مصر حسب عدد اللاعبين من الأهلي أو الزمالك. بمعنى يعني لو انا مثلا راجل اهلاوي ولقيت ان المنتخب بيضم عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي يبقى اشجع المنتخب، لو انا زملكاوي ولقيت ان الزمالك عدد لاعبيه اكتر في المنتخب يبقى اشجع المنتخب. ايه بقى يعني الكلام ده؟ مش منطقي يعني، ده امر مش صح مبدئيا. لعيبه منتخبنا كلهم واحد في نهايه الامر، اهلي زمالك اسماعيلي بنك اهلي انبي مقاولين عرب ترسانه ايا كان، احنا كلنا في اي مجال بنتنافس عشان ننجح لنفسنا ولبلدنا، ده اللي كلنا لازم ناكد عليه ولازم نكون متاكدين منه. لكن ان احنا نلاقي صفحات بتعد عدد اللعيبه الاهلاويه او الزملكاويه وبناء عليه بيقرروا اذا كانوا هيشجعوا المنتخب ولا لا، شيء عجيب. الاعجب يدخلوا على صفحات اللعيبه يشتموهم او بالتعبير البلدي الدارج يحفلوا عليهم، يعني دي حاجة ما تصحش وظاهرة لازم تنتهي. احنا في الاول وفي الاخر مصريين، ولعيبة المنتخب كلنا في ظهرهم وكلنا بندعمهم وكلنا عايزينهم يوصلوا للمونديال وياخدوا كمان بطولة افريقيا ويحققوا انجازات كتيرة، لان في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم على منتخب مصر مش منتخب اهلي ولا منتخب زمالك. نقطة مهمة قوي اللي انت بتتكلم فيها على فكرة يا كريم، ولو هنتكلم عن المنافسة كمان، منافسة يعني لازم تكون منافسة شريفة، واحنا كده بنتنافس او بننافس بعض في المسابقات المحلية والقارية، لكن واحنا تحت مظلة المنتخب الوطني زي ما بنتكلم موضوع مختلف تماما، كلهم لعبتنا وبيلعبوا باسم في الاول وفي الاخر مصر. يعني يمكن امبارح احنا كمان كنا فرحانين لما قلنا لحضراتكم الخبر العاجل بموافقة الامن على حضور 5000 مشجع لمباراة مصر والجابون اللي هتتلعب ان شاء الله يوم يعني 16 نوفمبر على برج العرب، وهناك قعدنا نقول عايزين الجماهير اهلاويه وزملكاويه يكونوا موجودين في المدرج، كل واحد رفع علم مصر، هي دي النقطه في الاول وفي الاخر يعني. واحنا لسه عندنا ماتشين مهمين، انجولا بنتكلم يوم الجمعه كده الجابون، وعايزين كمان اكيد نحصد نقاطهم عشان نقدر بقى نبني في التصنيف او نبقى في التصنيف الاول للمنتخبات، وكمان نتاهل للمباراه الفاصله المؤهله للمونديال. عايزين جماهير هنا بقى، لو هنرجع بالتاريخ شويه نتكلم 2006 2008 يعني 2010، المنتخب وقتها حصد معاهم ثلاث يعني كؤوس امم افريقيا وبطوله افريقيه ورا بعض، وكانت يعني سنوات لا تنسى زي ما بيتقال، وكان في عزيمه وكان في روح حلو. فاكر انت احنا كنا صغيرين بس يعني كنا بنروح وبنتجمع انا ما كنتش صغير خالص انا عن نفسي لا ما كنتش صغير خالص، ما كنتش كبير برضه يعني، بس كانت ذكريات حلوه جدا وكان في روح حلوه قوي، ومحدش كان بيسال التاني بقى انت اهلاوي انت زملكاوي انت اسماعيلاوي انت يعني مفيش الكلام ده، كلنا كنا بنطلع على مصر وكانت روح حلوه وهو ده اللي احنا نعرفه. فدي الروح او دي الصوره اللي احنا ان شاء الله عايزينها ترجع، وهترجع باذن الله، لان احنا يعني ما عندناش الحته دي يا كريم معلش، حتى لو ظهرت فتره. ده اللي خلانا في مقدمه حلقه النهارده يعني اسمحوا لنا ان احنا كنا لازم نعمل الوقفه دي، لان فعلا دي بدايه ظاهره لو سبناها هتبقى دمها تقيل وملهاش منطق، حتى مش هقول ملهاش لازم، ملهاش حتى منطق، لان احنا تاني زي ما كانت لسه نهاوند بتختم كلامها، في الاول وفي الاخر هو منتخب مصر واحنا كلنا كمصريين دورنا وواجبنا، والطبيعي من وجهه نظرنا ان احنا نشجع منتخبنا بغض النظر بقى اللعيب الفلاني اهلاوي اللعيب العلاني زملكاوي، ما تفرقش كتير على كل الاحوال.